إن من أعظم خطوات الشيطان وأعماله وسبله في إضلال الناس وإغوائهم ما يلقيه في قلوبهم من الوساوس، ولهذا كان أول ما استعمله الشيطان من السبل في إغواء الإنسان ما أخبر الله تعالى به من إغواء آدم وحواء ليخرجهما من الجنة. قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالوسوسة أيها المؤمنون هي كل ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الشكوك والشبهات ومن المغريات والمضلات التي تدعوه إلى مواقعة الخطأ والخروج عن الصراط المستقيم.